عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور. عيد سعيد، هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور. من نبع الصفح سيروينا، يزرع حبا ويداوينا، يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اجعل أعمالنا الله صالحة التي تركت خالصا، ولا تجعل الشيطان ولا ينفسنا منها نصيبا، وقبلها منا بقبول الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق ممشانا هذا إليك، وبحق مقامنا بين يديك، أن يا ربنا لم نخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجنا ابتغاء مرضاتك وارتقاء سخطك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أنا لازم أشوف الناس، يعني ما بعرفش أقول وأنا كلكم شايفة. أيوة شايفاكم. طيب احنا قدامنا وقت قد إيه؟ 10 دقايق، ربع ساعة. ماذا بعد رمضان شوال؟ ماذا بعد رمضان يا رب رمضان؟ ايه اللي يخلينا نثبت على الطاعة في رمضان؟ أربع حاجات. بص بكل بساطة كده، الشيطان بيعمل معانا حاجتين، موقف قبل رمضان وموقف بعد رمضان. قبل رمضان يوقعك في معصية، يوقعك في غفلة، في عمل كنت توبتي منه، في أمر أو يعتري المؤمن الفنية بعد الفنية، فتيجي تقع بيه قبل رمضان وتستمر معاك. لا خلاص وتوبت وخلاص وهرجع لربنا وهعمل طاعات وكل الكلام ده جميل، وجيت في رمضان بقى عليتي ما شاء الله، وثبتت على طاعة وقرأت قرآن وصليت قيام وما شاء الله، ورقتك وذكرك وصلاتك والنوافل تمام. يجي بعد رمضان يوقعك في كبيرة أكتر من الأولانيين. ليه؟ ما انتش نافعة، مفيش فايدة مهما تعملي، أصل انت كده كده هتفضلي على كده، ويأس فيكي يأس فيكي عشان خاطر ما تكمليش. أربع حاجات تخلينا نستمر على الطاعة وتبقى دمع عينينا كده أبدا ما نعملهاش. صحيح زي ما غنت الوقت، العيد فرحة والعيد جميل والمنظركم حلو صراحة، فكرنا بتجمعات مصر برضو كانت تالت يوم العيد. فربنا يديم المحبة والمعروف ويديمنا دايما في طاعة الله، قولوا أمين. لما أقول أنا محتاجة إن أنا أثبت على طاعة، ليه؟ لأن أنا مطالبة بالعمل حتى انتهاء الأجل، وأعبد ربك حتى، فأنا مطالبة بالطاعة، أنا مطالبة بالعبادة، وما من قصة الجنة والإنس إلا، فأنا كده كده عايزة ربنا. اوعوا تقنعوني، ودايما احفظوا الجمله ديت، اوعى حد يقنعك ولا انت تقنعي نفسك ولا شيطانك ولا اي وسواس يجي يقول لك انك ليكي سند غير ربنا، وخصوصا الست. المراه ما لهاش سند ولا ولي ولا وكيل الا الله عز وجل. فلما نبعد عن كنف الله كارثه. لسه كنت بكلم يمنى بقول لها الناس اللي على يعني نور او هدى من ربنا، أو اللي بيلتزموا بتعاليم الله سبحانه وتعالى، حياتهم مختلفة عن الناس التانية. أنا عشت الحياتين، حياة بعيد ما أعرفش فيها حد ولا ربنا ولا استغفر الله ولا أي حاجة. أنت كبرت الأحفاد، كبرت العيلة، العقلة اللي متعول عليك عارفين كده، كانت واحدة فينا كبيرة هي اللي فانت بتعملي الامور لو انت ما عندكيش منهجيه الله عز وجل ورسوله او الصحابه. اعطيها ده لا مفر من الله. لو ما عندكيش المرجعيه الله عز وجل ورسوله بتعملي ايه؟ الخبرات، الناس، بنت عمتي وبنت خالتي، جيراننا، ما قبل ذلك، فبتاخدي اعمل ايه بقى والمسلسلات. يعني ما تقنعونيش كتير جدا من البيوت تقول لك ايه؟ لا انت المسلسل الفلاني وعامل كذا لازم اخد بالي ولازم ابقى فاهمه. فالمرجعيه بتاعتها ايه؟ الممثلين والممثلات ولا لا 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 ولا الاخ وكل الحاجات بقى اللي انتوا فاهمينها، او الخبره بتاعت الناس العاديه. الناس بتوع ربنا مش كده. الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى نصب عينهم ان الله سبحانه وتعالى ده منهج حياه وان الاسلام فعلا عندهم منهج حياه مش كده. ليه؟
ما في موقف من مواقف الدين ولا الدنيا ولا زوج ولا اولاد ولا عيشه ولا جيران ولا سلايف ولا حمل الا وانت تعملي ايه؟ السيره ما سابتش، سنه النبي صلى الله عليه ما سابتش. فاحنا ماشيين كده مش هواء ولا مع دماغك ولا اللي تعمليه، لا احنا ماشيين بمنهجيه هي كتاب الله وسنه رسول الله. فانت مش تعبانه او مش لسه هتجهدي دماغك. اه ممكن نجتهد في امور الدنيا، انتم اعلم بامور دنياكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاصل والثوابت والاصول لا عد فيها. اعرف ايه النبي عليه السلام قال ايه، ده دخول الحمام، ده دعاء الزوج والزوجه ذات نفسهم في العلاقه موجود. الدين ما سابش، ما فرطنا في الكتاب، اليوم اكملت واتممت. فما فيش، فاحنا دماغنا مش وجعانا في الحتة دي. فاحنا كعباد وإيماء لربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش نعيش تحت بره مظلة الله سبحانه وتعالى ورضا ربنا سبحانه وتعالى. والمرأة بالذات ليه بنركز على المرأة؟ ها؟ أصلا لا مش قوتها بضعفها ومسكها ليه؟ لأن ما في حد هيبقى حاسس باللي في قلبك اللي تقولك لما حاسس، هو ما بيفهموش الدنيا دولت ولا البشر دول ما عندهمش القصة دي. مين اللي عارف قلبك واحتياجه؟ الله عز وجل. مين اللي عالم نيتك في الأمر اللي ممكن تعملي عمل وتبقي تعبانة فيه بص متكحرطة لآخرك، ولا شكرانية ولا جميلة وتتعدي وتتلامي وكل الكلام ده؟ محدش يعلم الكلام ده إلا الله عز وجل. علشان كده احنا ملناش ولي الا الله سبحانه وتعالى. مهما كان الزوج حنون كتر خير محترم حلو جميل، العيال ولا الكلام ده، الام الاب، فالرقم واحد عندك هو ربنا. فما ينفعش يعدي وتبقي بزنقه ويا رب يا رب وانا ماليش حياه وانا صلتي بالله مقطوعه. ما ينفعش اجاب معانا سبحان الله يقبل، فمن تجيب الايه المضطر حتى لو انت بعيد، لكن في حال اضطرار ربنا سبحانه بيستجيب لك. لكن الواحد بيستحي يتكسف، يعني يتكسف كده ويستحي على دمه وهو مالوش حال مع الله سبحانه وتعالى، ولا له طاعه ولا له سابق عهد كان له ايه عندنا ايه زلفى، مفيش. فتستحي وتقول يا رب يا رب نطلب، ما برضو حتى لو بعيد اطلبي، ما بقولكيش ما تطلبيش، بس لازم يكون لك حل مع ربنا. والحل بيجي ايه؟ من الطاعة. يبقى اول حاجة من الاربع حاجات ليه لازم نثبت على الطاعة، وليه نقول واصبر على الطاعة بعد رمضان؟ علشان انتهاء العمل بانتهاء الايه؟ الاجل، حتى يأتيك اليقين في الاخر. انا مطالبة كده، ده رقم واحد. رقم اتنين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. سنة عن النبي ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عمل أثبته يثبت فيه. وأحب الأعمال إلى الله إيه؟ وإن قال، بس المهم نواظب عليها. فهي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالث حاجة الخواتيم. لو أنا دايما الدعاء الجميل يقول اللهم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوان ربنا راض غير غضبان، صح؟ إيه اللي يخليني اقول الدعاء ده ويبقى توبه؟ لما اثبت. الانسان بيموت على ما ايه؟ الله يفتح عليك، على ما عاش عليه. فانا عايش على ايه؟ على طاعه. احنا بنتكلم في ايه؟ على بنتكلم في اساسيات. ما هي اذا حضر القسمه لازم بنتكلم في اساسيات. صلاه على وقتها، صلاه على وقتها. الجلسه لما نيجي مثلا نسال يعني حد او واحده مثلا مقصره في الصلاه ولا حاجه، تقول لك ايه الصلاه؟ عشان ده بوس وقال يجي تساليها تقول لك ايه العيال اصل ورا بعضهم، الله اصل جوزي ده زوج ده راجل اتكال، اسكتي ده ولا بيعمل حاجه ولا كذا، ما علينا الا التنبيت والنقد وخلاص واللوم، يلا اهي جوزها وتنتهي، انا قاعده عشان العيال، ولا حد بيساعد ولا حد بيحط، مش نافعين. اللي انت بتقوليه ده جاري عليه، بس في سبيل حاجه واحده بس، اوعي الاولويات والفروضات. اوعي، لا عيالك هينفعوك ولا جوزك هينفعك، والله ولا اذا كانت مش عايزين نتكلم بقى ونفتح الكلام ده، لا في الدنيا ولا الكلام ده.
لا دنيا ولا آخرة إلا في رضا ربنا لو كنا الاتنين متفقين على طاعة وتقوى فقط. ليه؟ لأن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض الإيه؟ إلا المتقين. بس لو اتجمعنا على طاعة خلاف كده يا ابني مصلح حل للحب بتوعك مستنينا بألف سلامة سيبنا مع ربنا. فالأصل إن الخواتيم في الأعمال والأعمال إيه؟ يموت على ما عاش عليه ويبعث جدع الله يفتح عليك ويبعث على ما مات عليه. رابع حاجة ليه أثبت؟ علامة حب ربنا. تخيلي لما أثبت على طاعة إن هي إيه؟ صلاة على وقتها وفجر يقول لك أهم أربع صلوات ست والفجر هنعمل إيه؟ بستنى الراجل بالبال بدل متجوز عليا مش أنتوا عايزين توصوا أديني سهرانة له إلا الفجر. ما هو أنت عايزة زوجك يجي جرجرة كده. والله أنا أعرف أختي صالحة من الصالحات يعني حاملة لكتاب الله صالحة بس كانت بتعامل زوجها كإيه؟ ابنها تمام. فما جه حب يتجوز راح لها كذا وبتاع بتيجي تحط تقولي بيحكي لي. قلت لها وانت قالت لي بسمعني. قلت لها ما شاء الله عليك ان شاء الله عليك خلاص. طب انت طاقتك لو نحكتك طاقتك النفسيه قبل كده انت حره. لا وجت في وقت فعلا ما هيش قادره كده. قلت لها خلاص يا صالحه احسبها الله حاسبها. جت وقعدت تدعي وبتاع وخلاص. المهم الحد جاب ما جالها زوجها جاي انت دعيتي عليا انا هتدعيتي عليا وعلى العروسه وانت مش عارفه ايه عارف اللي تعود. ممكن تدي البنت البنت اللي وراكي دول خليتي بقلب زوجك جرجره لحدك علاقتك بربنا رب هتهولي يجي. اسماء لو ليا حل مع الله سبحانه وتعالى وليا عمل حل يعني ايه خبيئه محدش يعرفها الا انت وربنا بس ولا تقوليها ولا تمثلي واصبري عليها حتى لو هي بسيطه بس واصبري عليها. عايزه ذوق قلب جوزك يجي لك لحد الجرجره كده صلحي علاقتك بينك وما بين ربنا. يحصل ايه؟ يقضي بينك وبين الناس. من استقام مع الله استقام معه الكون كله. فجاه تكون بقى مضيعه فجر ومضيعه صلوات ومش عارفه هتيجي ازاي؟ ما هي معادله يا اخوات هي معادله. يبقى من علامات حب ربنا ليا الثبات على الطاعه. ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ الله سبحانه وتعالى يحب من الاعمال أدومي ويحب منها ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احنا بنتكلم في نوافل. فالأصل إن الفروض ثابتة. فما تجيش واحدة تيجي تقول لي إيه أصلا مأخرة صلاة أصل ما صليتش فجر استغفر الله أو عدى يوم ما فتحتش مصحف ما قرأتش ما قالتش ما شافتش ما سمعتش ربنا بيقول إيه. لكن قاعدة على الجروبات والرسايل وندب الستات وإحنا الستات اللي زهقانين من غسيل مواعين وكل الجروبات اللي أنتوا عارفينها كل عندك وقت كل ده وما فيش وقت خمس دقايق لصفحه في مصحف لوح واحد بس وقت واحد كارثه. احنا بنتكلم ما زال احب ويتقرب ايه نوافل لكن الفروض ثابته. فانا بصعب عليا قوي قلبي يوجعني قوي لما تيجي تتكلم في محكمه تقول لي صلاه اقول لك لسه بنتكلم في صلاه لسه بنتكلم في صلاه وما ينفعش. عايزه صلاح عيالك الصلاه وربنا والقران. عايزه قلب جوزك لحد عندك ربنا سبحانه وتعالى وليك. عايزه الدنيا كلها تقضي حاجتك انت شوفي انت حالك مع ربنا ايه. بحق ما بيني وبينك يا رب اخذ عني ذلك. بحق ما بيني وبينك يا رب ادفع عني ان الله يدافع عن مين. بس حققت شروط الايمان السته يثبت الضامين مش بنتكلم عن الثبات احنا مين يثبت الذين ايه. يبقى حقق شروط الايمان السته الذين امنوا حققي له شروط الايمان السته تاخد الثبات مش بتاعنا احنا بناخد خطوات وبس لكن مين اللي بيثبت. فما تيجي اقول ايه انا هثبت نفسي غلط. يبقى دول اربع حاجات عشان انا ليه بثبت. ليه بنقول الثبات على الطاعه بعد رمضان؟ طب اعمل ايه؟ استعانه بالله ده رقم واحد ودي عباده منسيه. يعني ايه استعانه؟ يعني كده اقول اللهم ان بقلبي استعين يا رب باسمك المعين عيني على الطاعه. دي عباده من خلاف الدعاء. الدعاء اما بندعي رب اعطيني ورب كذا ورب كذا ورب كذا. لكن الاستعانه عباده قلب قبل ما يكون نطق لسان يا اخوات. طولت عليكم؟ فضلي نقطتين وخلاص. فاول حاجه تستعين بيها على الثبات هي الاستعانه بربنا سبحانه وتعالى. يا رب عيني بس حال قلب واللسان بيتقال وبعدين اتبعه. رقم اتنين شفته كده لما يبقى حاطه قدام عينك
يعني اقول بلاش عينك، الهواء اللي بتتنفسيه وما تستغنيش عنه ولو ما تنفستهوش تموتي، هي الطاعه كده، العبادات كده. الاولى الى الله، الفرائض ثم ايه؟ الاولى فالاولى. واجب الوقت ادي الصلوات، ادي القران، مش هياخد منك ثواب بس ترتيب وقت، لكن احنا مش متعودين على كده، احنا فينا بعض الهمجيه. تقولي خاله ما انا عارفه، والله العظيم ما انا عارفه، بكره هعمل وهعمل. بخار، بخار مشي خلاص ولا الهوى. لكن لو بكتب انا عارفه، لو ما حققتش 99 هحقق 90، هحقق 80، احسن من صفر واحسن من 10%، فنبقى ناس منظمه. عليا كذا وعليا كذا. طب تاني حاجة يبقى الاستعانة وترتيب الأولويات اللي هي الفرائض ثم النوافل. تالت حاجة صحبة صالحة زيك وكده. يا عمر الدسوقي ما تيجي معايا نوبك ثواب، يلا ماشي، عشان صلاة الفجر والحملة اللي كنت عاملاها على صلاة الفجر، رن عليا. يا عبير الله يبارك لك كده، ايه رأيك بالله عليكي كده ما نشوف رجلي نسمع، ولا نقرأ لوح حتى، ولا حد يصح لنا تلاوة ولا كذا. نعرف حمل، يعني هي ست كبيرة حمل الاربع اولاد، يعني الاربع نساء لاولادها الصبيان. تقوم عليهم كده، ايه في الغسال، خدي تعال في الغسال، يلا تعالى نروح المسجد. هي لا تقرا ولا تكتب، كانت بتيجي يوم الجمعه بس عشان تقعد تسمع معانا سوره الكهف. حفظت الكهف وبعدين الواقع وياسين اللي هي السور متعرف عليها، وبعد كده دخلت على تبارك عشان تقولها قبل النوم، وبعد كده بقت تسمع من تحت لتحت كده، جابت 15 جزء لا تقرا ولا تكتب. اتذكر مره دخلت المسجد وجت هي تقول لي ما كنتش لسه اعرفها، تعالي تعرفي تقري، لسه بنت طالبه في جامعه، وقالت لي تعالي، وفتحت المصحف كده يا لا تقرا ولا تكتب، تفتح كده وبتدور على الايه؟ على الصفحه. مش دي التبارك ده؟ لا، قالت لي اقراي وانا وراك. تتعتع تتعتع، اللهم بارك. فاللي عايز يعمل حاجه يعملها، ينفع نقابل ربنا لا بالقران ولا بالصيام ولا بسنن؟ الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه. اخر حاجه، هي اربعه في اربعه، اخر حاجه المشارطه. فاكرين رياض الجنه واحد؟ المشارطه يعني ايه؟ اشرط على نفسي، لانها لو سبتها توديني المهالك. النفس كسلانه، بقى يلا بقى، وانا يعني الحمد لله ما احنا كويسين ومحجبين، واحنا هعمل ايه يعني؟ اشرطي على نفسك، انا هقوم دلوقتي عشان اصلي الصلاه على وقتها، اول 10 دقايق من الاذان. انا سمعت ان في درس اونلاين بيعملوه علشان خاطر مش عارفه الرقائق، سمعت ان في قراءه بس تصحيح تلاوه. قومي قومي، الناس دول مش احسن منك. عندنا في المسجد في برستيج اختي يمنيه، هي طبعا ما شاء الله اليمنيات عندنا اصحاب اجازات 10 و7 ما شاء الله. يعني اختي اليمنيه دي كانت بادئه معاهم، قالت لهم هتبقى هبتدي من بكره، قالت لها يلا يلا تقدم اقراي معانا بس. طبعا كتير جدا، هي والتركيه، واحده تركيه تاخد في الايه كتير كتير، مش يا عيني صعب عليها. وشوفنا كده واحنا بنقرا مثلا الصفحه ولا كده، تبقى هذا عيني ودماغها، بص كده هين عليها تنزل. ومعاها الاخت اليمنيه، هما سنتين عدوا من بتوع كورونا وبتاعوا، اتقابلنا تاني. انت فين؟ اين انا في قلعة عمران؟ خلصت وبتاع، واللي فات كله زي الفل. تقول لي بقى ادعيني في اللي جاي، اللي عايز بيعمل الكلام ده، نتنافس عليه يوم القيامه. والله يا اخوات تؤجر، تمام، تؤجروا على الخير، وتؤجري على خدمتك لبيتك وعلى عيالك وكل الكلام ده وزوجك، لكن فين ربنا في حياتك؟ فين التوفيق في حياتك؟ بنشوف اخوات كده، بنشوف نساء اللهم بارك، موفقات موفقات، هي موفقه حتى لو هي ما بتعرفش تعمل، تتصرف ازاي؟ ربنا بيوفق. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا يا رب بالثبات، قولوا امين، وارزقنا خيري الدنيا والاخره اللهم امين، واجعلنا من اهل الجنه يا رب والفردوس الاعلى اللهم امين، واجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، ثبتنا على الطاعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وان اردت بالناس فتنه فاخبضنا اليك غير فاتنين ولا خزايا ولا مقصرين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، الله يبارك. قلبي دوما يأمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء،
يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى وبختم كتابك أرقى.